بدنا نحسب اي تبعت هذه السلاب. هلا في عندي هون سلاب هيها زي بليت، والبليت هاي الاكسس اللي بدي احسبه حواليها. وهون بدخل عندكم على فكره البارلل اكسس ثيوري، بدي ما تذكرين البارلل اكسس ثيوري كنت تحسبوها هون او تحسبوها هون. احنا نحسبها بهذا الاكسس لان هيك حالتنا، احنا حوالين اي اكسس بدي اياها، وهذا الاكسس راح اسميه اكس اكس. فلذلك انا طالب بدي اي اكس اكس حوالين، لانه هاي مختلفه، اي واي واي راح تكون مختلفه لهي القطع. ماشي، مين راح يكون اعلى من الرسمه؟ اي اكس اكس، لانه الماده شوفوا ابعد باي اكس اكس. هلا نحسب، ناخذ، خلينا ناخذ انفينيتيسيمال، مش هيك اخذتوها بالكالكولس؟ قطعه رقيقه جدا من هون ويفر ثين، وهاي عرضها راح افترضه ايش؟ دي اكس. بدي اعمل انتجريشن، بدي اعمل انتجريشن، فباخذ قطعه رقيقه جدا من هون، يعني هاي ويفر ثين قطعه رقيقه جدا من هون. قديش مسافتها عن هون؟ اكس. إذا هاي القطعة، لو هاي القطعة الصغيرة بدي أحسبها، هاي بقدر أضربها في إكس سكوير، شايف يا قصي؟ هاي بقدر أضربها في إكس سكوير، لأنه قديش الثيكنس تبعتها؟ صغيرة جدا، فكل النقاط اللي عليها، كل الماسز اللي عليها بعدهم عن هون قديش؟ إكس، لأنها رقيقة جدا، عشان هيك أقدر أعمل إنتجريشن. فصرنا نقول هاي دي أي إذا بدك سميها، يعني إنفينيتيسيمال أي للقطعة الصغيرة هاي، بدها تساوي هذه قديش عرضها من هون؟ خلينا نفترض عرضها من هون هذا A، وهذا الارتفاع من هون لهون B. فهذا العرض عندي، هي عرض القطعة الصغيرة هاي A، والثيكنس تبعتها خلينا نسميها مثلا W. صارت هاي A في W، هاي مساحتها. قديش الثيكنس تبعتها؟ DX. فلما اضربها في DX شو صار تبعها هذا؟ هذا الفوليوم، مضبوط؟ مش هذا الفوليوم؟ حتى احوله لماس بايش بدي اضربه؟ في density. وبعدين حتى اطلع اي الها قديش هي بعيده عن الهاي؟ اكس، بس هذا سكند مومنت اوف ماس، ولانه سكند مومنت اوف ماس بايش بضرب؟ اكس سكوير، مضبوط؟ حتى اطلع اي، اذا شو بتساوي اي؟ ايش اول وحده؟ او اول وحده ايه؟ انا اخذت ويفر ثين، ويفر ثين. هلا صار عندي هاي من زيرو لبي دي اي دي اكس دي اي، عفوا مش دي اكس، من هون بس هون طبعا هو الليمت اوف انتجريشن خلط. خلينا نحطها هلا من هون، هذه تصير اي دبليو رو اكس سكوير دي اكس. اوكي مضبوط هيك؟ الكل متابع معنا؟ هلا عندي اي ودبليو ورو، بقدر اطلعهم برا. اكس سكوير شو بتصير؟ اكس كيوبد على 3 بين ايش وايش؟ بين 0 و بتصير عندي اي b cubed w رو على 3. لو مشينا على الطريقة اللي انت اخترعتها كان هاي نقسمها على 2. اذا هاي صار عندي هلا هون، هلا هذه بدي اطبقها على القطعة اللي عندنا. القطعة اللي عندنا خلينا نتذكر هلا شو احداثياتها او شو الدايمنشنز تبعتها. عندنا الويدث تبعها هون هذا كان 0.25 meters. الطول هذا اللي هون من هاي النقطة هلا هون، انا اظن اني قربتها في الحسابات، اعتبرتها 3 بدل ما اعتبرها 3.25. خلينا نتاكد. .25 في 3 تكعيب في 2 على 3، انا مفترضها 3 تقريبا، تقريبا هي المفروض انا اضيف شيء من هون، بس انا قدرتها تقدير، اعتبرتها انه المسافة هاي بي 3، اوكي 3 متر. فمحل بي راح اعوض، يعني بي راح افترضها 3 واي هي 2، طبعا هذا متر وهذا متر. والويدث بدي اسوي 0.25 متر. رو عندي 7800، مضبوط؟ شو ضل عندي؟ خلص مش هيك؟ جاهزه. فصارت اي، حسبناها بالله يا زيد، عندنا اي اللي هي 2 في 3 تكعيب. شايفين ليش اكبر بتكون؟ لانه هون هاي بعملها تكعيب، البي عم بعملها تكعيب في حين بضرب في الاي. فثلاثة، وبعدين عندي الثيكنس 0.25 7800 على 3، قديش تطلع يا زين؟ 35000، يعني 35.1 كي. 35 كي، 0.1 كي، وايش وحدتها هاي لازم تكون؟ كيلوغرام كيلوغرام بير سكوير. اوكي ماشي، تذكروا هذا رقم كبير بس راح اضربه في مين؟
في ألفا وألفا كانت رقم صغير جدا مش هيك؟ هلا بنشوف الكونتريبيوشن. اذا هذا الجزء بالنسبه لهيك حسبنا هاي. طب كمان حاول نقسم على الريشيو صح؟